تعالوا بقى نروح نشوف ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرق النادي الاهلي المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه سالة حامد. سالة متواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا سالة، وكل سنه وانت طيبه وسنه سعيده عليك يا رب. اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وانت طيب يا كريم، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل جماهير النادي الاهلي بخير وطيبين. طبعا يمكن يوم جديد وحلقه جديده واولى حلقات 10 الصبح الاهلي في السنه الجديده. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ويمكن يعني سنه 2023 كانت مليئه بالانجازات والبطولات طبعا على صعيد جميع الالعاب، مش بس كره القدم، موسم استثنائي الابطال النادي الاهلي. ان شاء الله يعني في 2024 يا كريم ونهاوند نلاقي نفس الانجازات ويحققوا نفس الانجازات ونفس البطولات ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي، واكتر كمان يحققوا اكتر يعني من البطولات اللي حققوها السنه اللي فاتت، يعني ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي العظيمه. وطبعا بنتكلم على جميع الالعاب الاخرى، يمكن يعني خليني انقل لكم كل الاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. ويبتدي معكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اجاسي بوشا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الأهلي. يمكن خليني اقول لكم انه امبارح يعني جميع لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا مشاركين مع منتخبنا الوطني في البطوله العربيه اللي كانت مقامه في القاهره على صالات استاد القاهره، يمكن جميع اللاعبين زي ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، وعمر زهران، وكمان كريم حاتم، جميع اللعيبه اللي كانوا مشاركين مع منتخبنا الوطني انضموا للتدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي امبارح، طبعا باستثناء عمرو زهران واللي تعرض اصابه قويه وهي قطع في الرباط الصليبي مع منتخبنا الوطني طبعا في يعني احدى المباريات اللي كانوا مشاركين طبعا فيها في البطوله العربيه، فبالتالي هيغيب عن التدريبات الجماعيه. وكمان مؤمن طارق خيري بسبب يعني كسر على مستوى القدم واللي هيغيب بسببه لمده شهر ونص شهرين طبعا عن التدريبات الجماعيه، فيعني بس فقط عمرو زهران ومؤمن طارق خيري مش هيكونوا موجودين في التدريبات الجماعيه للفتره القادمه. ولكن التدريبات الجماعيه امبارح يعني كانت موجوده داخل مقر النادي، والنهارده ان شاء الله برده عندهم تدريب الساعه 2 استعدادا ان شاء الله ليه يعني عوده المباريات مره اخرى بالنسبه لفريق كره السله. واول مباراه هتكون في دور ال 16 من دوري السوبر لكره السله امام نادي الطيران، وهتقام المباراه في تمام الساعه 6 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ودي اول مباراه. مباراه الاياب ان شاء الله هتكون يوم الخميس وعلى الصاله الخاصه بفريق نادي الطيران. كمان سيدات كره السله وتحت قياده كابتن طارق خيري النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 7 استعدادا للمباراه يعني الاصعب والاهم بكره بالنسبه لسيدات كره السله الاسبوع ده، وهي مباراه الاهلي ومصر التامين، وهتقام في تمام الساعة 8 مساء على مركز شباب الجزيرة أو الصالة الخاصة بمركز شباب الجزيرة، ودي الصالة الخاصة بفريق مصر التأمين، ودي هتكون مباراة دور الثمانية من بطولة كأس مصر. يعني طبعا النادي الأهلي لازم يكسب في المباراة دي للضمان للتأهل للنصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات. كمان يعني خليني اقول لكم انه امبارح زي ما شفنا كلنا طبعا وتابعنا مباراه الاهلي والزمالك لكره اليد سيدات واللي كانت مقامه على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، وانتهت بفوز سيدات كره اليد بفارق 4 اهداف عن نادي الزمالك 26-22. يمكن طبعا شفنا مباراه ولا اروع، اداء قوي، اداء يعني رائع من جميع لاعبات النادي الاهلي. يمكن كمان كان في ريمونتادا وكامباك بالنسبه للاعبات، يمكن طبعا كنا فارقين عن الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي والزمالك، كنا فارقين بهدف فين عن نادي الزمالك. ويعني طبعا جميع اللاعبات زي نصر عيد، شهد الشواربي، فرح حازم، وكمان امينه عاطف الجناح الايمن للنادي الاهلي، الجميع ساهموا بشكل كبير في يعني طبعا ريمونتادا قويه بالنسبه للاعبات النادي الاهلي. ويمكن امينه عاطف طبعا سجلت 7 اهداف في المباراه، ومن من من اصلهم 4 اهداف متتاليه، ساهمت بشكل كبير جدا انه الفارق يعني يكون من 2 ل4 اهداف لصالح النادي الاهلي. فالنهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات يعني لحد يوم الاربعاء، وهيرجعوا للتدريبات الجماعيه ان شاء الله يوم الاربعاء، وبعد كده هيكون في توقف دولي لحد يوم 15 شهر فبراير، هيكون في توقف دولي لمده شهر، ده بالنسبه لسيدات كره اليد. هيكون في توقف دولي وهيكون في معسكر مفتوح لجميع اللاعبات، المعسكر هيكون كل خميس وجمعه وسبت، ولكن بقيه الاسبوع طبعا هيكون التدريبات مع فريق النادي الاهلي. وبعد كده ان شاء الله بعد يعني توقف في الدولي
الدولي، اللاعبات هيرجعوا يستكملوا جميع مبارياتهم في بطوله الدوري. كمان رجال كره اليد بيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي، النهارده في تدريب الساعه 4 للساعه 6، ولكن ايضا في توقف دولي بسبب طبعا مشاركه منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه، واللي هتبتدي يوم 18 يناير، وبعد كده ان شاء الله المباريات كلها ترجع بالنسبه لفريق النادي الاهلي، هتكون يوم 6 شهر 2 شهر فبراير القادم، ودي هتكون بدايه المباريات في الدور الثاني من بطوله الدوري العمومي لكره اليد رجال. استكمال لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك انا هوند، اقول لك يا كريم طبعا انه سيدات كره الطايره ورجال كره الطايره النهارده عندهم تمرين وبيواصل تدريبات بشكل طبيعي عشان عندهم مباراه بكره وبعد بكره. بالنسبه لي يعني رجال كره الطايره عندهم مباراة يوم الثلاث أمام نادي سموحة، ودي هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري، وطبعا دي هتكون مباراة يعني من المباريات في الدور الثاني من البطولة، وبعد كده هيتم مرحلة ترتيب الفرق من الأول للثامن بعد طبعا مرحلة الدور الثاني. فإن شاء الله عندهم مباراة مع نادي سموحة، وهتكون في تمام الساعة 6 مساء يوم الثلاث على الصالة الخاصة بالنادي الأهلي. وكمان سيدات كرة الطايرة عندهم مباراة مع نادي الشمس، وهتقام في تمام الساعة 6 مساء بكره ان شاء الله على صاله الشهداء داخل مقر النادي. يمكن دي كانت سريعا يا كريم هوان طبعا كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وطبعا زي ما شايفين بكره في يعني يوم مليء بالمباريات على مستوى كره الطايره وطبعا كره السله. والان العوده مره للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. نشكرك على هذه التغطيه، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه سارة حامد.